السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم. بغيت نشارك معكم صلصة المايونيز اللي تتجي رائعة، تتجي بنينة بزاف وسهلة في التحضير وغير مكلفة وبدون بيض. تتجي رائعة هكا في السلطة وفي الخضر مفورة، تتجي بنينة بزاف وسهلة في التحضير. ندوز معكم الطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، نبدا معكم في طريقة التحضير. غادي نحتاج جوج كيسان، جوج كؤوس نتاع الحليب، وجوج كؤوس نتاع الزيت المائدة، وتنوضع الكل في الطحانة. وعندي هنا واحد شوية نتاع البزار، وواحد شوية نتاع الخل، وواحد شوية نتاع الملحة. هذه صلصة المايونيز تجي رائعة، تجي بنينة وسهلة في التحضير وبدون بيض. تنوضع الكل في الخلاط، تندير الملحة، واحد شوية نتاع الملحة، وشوية نتاع الفلفل الأسود، وشوية نتاع الخل، وجوج كؤوس نتاع الزيت، وجوج كؤوس نتاع الحليب، وتندير الكل في الخلاط وتنخلطو. المايونيز ديالنا بعد ما تنطحنو تيجي على هذا الشكل، تيجي رائع، تيجي بنين وسهل في التحضير وغير مكلف، تيجي بنين بزاف. وتندخلو للثلاجة، تيجي على هذا الشكل، تيجي رائع. تنتمنى ينال اعجابكم مشاهدين الكرام، تيجي رائع بزاف. وملي تندخلو للثلاجة تيتقل كثر كثر من هاك، وما فيهش البيض، تيجي رائع، ما تيفسدش دغيا. وتروح تحتفظوا به في شي قرعه في الثلاجه، تيجي رائع، تيبقاك اسبوع اكثر. تنتمنى ينال اعجابكم مشاهدينا الكرام، تيجي هكا مزيان، تيجي رائع في السلطات وفي الخضره مفوره وفي السندويتشات، تيجي رائع، تيجي بنين بزاف. وتندخلوه للثلاجه، ملي تندخلوه للثلاجه تيتقل اكثر. تنتمنى ينال اعجابكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعموني بلي لايك إلا عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله، تحياتي للجميع.